بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل
يا أيها النبي
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء نصيرا
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وكبراءنا فأضلونا السبيلا صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penampilan finalis kori dengan nomor peserta TQ 316. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian